اهلا وسهلا، برحب بيكم كل مشاهدينا. اهلا بيكم في حلقه جديده من هذا البرنامج، برنامج الحصاد بيبدا دلوقتي يعني تقريبا 8 وبعدين يستمر معاكم ان شاء الله لحد العاشره مساء. مشاهدينا متعودين دايما بنبدا حلقتنا بمجموعه الاخبار، لكن اسمحوا لي اقول لكم حلقتنا النهارده فيها ايه. النهارده عندنا موضوعين. الموضوع الاول هو جولات الرئيس الخارجيه ومردودها على الاقتصاد، هذه الجولات المختلفة بقى، سواء كان إبحار في إفريقيا، إبحار أيضا في أماكن مختلفة يمكن ما كناش متعودين أن احنا نعمل معها روابط، سواء كانت روابط اقتصادية، روابط متعلقة بمنحة اقتصادي طبعا كبير وما إلى ذلك. ده هيكون إن شاء الله محور حديثنا مع ضيوفنا الكرام، دكتور إمام غريب الباحث بالشؤون السياسية، وأيضا المهندس سمير سامي رياض عضو اتحاد الصناعات المصرية والخبير الاقتصادي. ده هيكون موضوعنا الأول، لكن موضوعنا الثاني هيكون عن الحفاظ على البيئة. طبعا أكيد كلكم عارفين إن احنا كلنا مسؤولين عن هذه البيئة وهذا الحيز اللي احنا بنعيش فيه. كل ما هو في الحيز من أضرار، من موازين مختلة سببها أكيد الإنسان. إزاي بقى الإنسان يصلح غلطته؟ إزاي يتعامل مع هذه البيئة اللي بدأت تبان باختلالها واختلال موازينها، سواء بقى كان في التغير المناخي، سواء في بعض يعني المحيط، الغلاف بتاعنا، الغلاف الغازي بتاعنا أو الجوي اللي فيه شوية، طبعا مش شوية قوي يعني شوية كتير من يعني الجراثيم والنواقل للأمراض المختلفة. إزاي نحن نقدر نتعامل مع ده وإحنا المتسببين لده أصلا؟ ده هيكون محور كلامنا مع دكتور وليد إسماعيل خبير تنمية البيئة المستدامة، وهيكون إن شاء الله ضيفنا ولكن بعد فقراتنا المختلفة وبعد فقرة الأخبار اللي هنبدأها مع حضراتكم دلوقتي. الخبر الأول عنوانه بيقول السيسي يصدر قرارين بشأن المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالي. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2018. هذه المبادرة مشاهدي الكرام بتشجع على الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية بهدف تبادل المعرفة والبحث وبرامج الدبلومة التي تعكس الحاجة للاقتصاد الحديث من خلال التخصصات المهمة زي الأعمال الزراعية، التجارية، الأعمال الهندسية، ريادة الأعمال، أعمال من هذا الشكل. كمان أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 102 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة برضو بتاريخ 26/9/2017، وده مع التحفظ بشرط التصديق. ده فيما هو متعلق بخبرنا الأول. الخبر الثاني عنوانه بيقول الرئيس الإريتري يؤكد على محورية دور مصر في منطقة القرن الإفريقي. التقى سامح شكري وزير الخارجية النهاردة بالرئيس الإريتري السياسي أفورقي في مستهل زيارته الحالية للعاصمة الإريترية أسمرة لتسليم رسالة شفهية من الرئيس السيسي تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات. وكمان أعقب اللقاء غداء عمل أقامه عثمان صالح وزير خارجية إريتريا على شرف وزير الخارجية والوفد المرافق له بحضور ياماني جبر أب مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية. صرح سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس أفريقي واعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربطهما، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، فضلا عن دعم مصر لإريتريا من أجل استعادة دورها الفاعل والمقدر على الصعيدين الإفريقي والدولي في ظل التطورات الإيجابية التي شهدتها منطقة القرن الإفريقي وعلاقات إريتريا بكل من أثيوبيا والصومال وجيبوتي وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية. أوضح كمان السفير أبو زيد أن الجانبين ناقشا عددا من الموضوعات على رأسها التطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي وحرص مصر على دعم الاستقرار والأمن والسلام في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من منظور شامل يحقق مصلحة الجميع. طيب معنا دلوقتي على تليفون السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية.
جناب السفير، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا استاذه ناديه. اهلا بحضرتك جناب السفير محمد حجازي. هناك تعاون احنا شايفينه، هناك حراك واضح جدا يا فندم من خلال جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناطق مختلفه، ولكن ما نتحدث عنه الان هو العمق الافريقي، خاصه نحن الان او نتطلع الى من خلال الخبر بتاعنا الى هذه الزياره المختصة بإريتريا. كيف ترى هذا يعني هذا التشابك في العلاقات؟ أنا طبعا متفق مع حضرتك أستاذة نادية أن البعد الإفريقي هام جدا في سياسة مصر الخارجية. السيد الرئيس لسه راجع من الصين الأسبوع الماضي من منتدى الصين إفريقيا، منتدى اللي التقى فيه بنحو 35 من رؤساء وقادة وزعماء إفريقيا طبعا والقيادة الصينية. كانت زيارة هامة جدا. الزيارة الحالية اللي بتعكس أيضا عمق العلاقات المصرية الإفريقية هي زيارة ذات دلالة، مصر وإريتريا دولتان يعني يرتبطا تاريخيا بعلاقات وثيقة، ومصر منذ استقلال إريتريا تقدم لها دائما الدعم والمساندة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تنموية. السيد سامح شكري اليوم بينقل رسالة للسيد الرئيس، ولكن بيؤكد يعني أولا من ناحية على عمق العلاقات الثنائية، الرئيس أتياس أفورقي رئيس إريتريا زار مصر في يناير 2018 ووقع العديد من الاتفاقيات في مجالات زراعية والثروة السمكية واقتصاد وتجارة، بالإضافة للدعم السياسي المتبادل. مصر أيضا لها بعد إقليمي في علاقتها مع إريتريا هام جدا، مرتبط استقرار الأوضاع في إقليم شرق إفريقيا والقرن الإفريقي تحديدا، ولعل الإفرازة الهامة اللي حدثت في العلاقات السياسية الإريترية ساهمت في تحقيق هذا الاستقرار الذي يهم مصر في المقام الأول. فبعد السنوات من النزاع والحروب بين الجارتين زار الرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أسمرة العاصمة الإريترية، وكانت الحقيقة واحدة من الزيارات التاريخية التي ستسهم في تحقيق الاستقرار اللي بتنشده مصر. كمان إريتريا دولة بشاطئ البحر الأحمر، وبالتالي هي دولة رئيسية فيما يخص ملف أمن البحر الأحمر. هذا الملف الذي يتعرض الآن لضغوط سواء لتدخل البحر الأحمر أو لتهديدات للملاحة في البحر الأحمر، وكلها طبعا ممرات ملاحية تقود قناة السويس. وبالتالي العلاقة الاستراتيجية المصرية الإريترية أمنيا وعسكريا واستراتيجيا علاقة لا تنفصل، كما أن إريتريا هي دولة أوروبية، وبالتالي تنامي العلاقات المصرية الإثيوبية. ونجح خلال الفترة الأخيرة منذ تلقي السيد الرئيس والسيد أبي أحمد في مؤتمرهما الصحفي الأخير واجتماعات اللجنة التبعية وتطورات ملف سد النهضة. فهم إريتريا ويهم مصر أن تطلع إريتريا على التقدم الإيجابي الملموس الذي تحقق في هذا الملف، وأنا أتصور أن علاقات أكثر استقرارا وأمنا في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي تخدم قضية الأمن والسلامة في البحر الأحمر، تخدم قضية التنمية فيما يتعلق بقضايا المياه وما يخص سد النهضة، بحكم أن إريتريا دولة حوض النيل. كذلك أضيف لملف الاستقرار في هذه المنطقة الذي تنشده مصر وتسعى إليه هذا التلاقي بين سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان وريك ماشار المعارض له، وبالتالي هذا التلاقي أيضا من خلال حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان يعيد الأمن والاستقرار لهذا الجزء الهام الذي يرتبط بنا جغرافيا من خلال ملف حوض النيل. وكما ذكر الرئيس أفورقي اليوم مصر دولة رئيسية وفاعلة في أمن واستقرار القرن الأفريقي. نعم. طب جناب السفير، يعني الآن لو جينا نظرنا إلى إريتريا في حد ذاتها وهذه العلاقات التي أو يعني حركها السياسي، حنقول مثلا تصالحها مع إثيوبيا، وحضرتك عارف طبعا أن إثيوبيا لها عمق فيما هو متعلق بالأمن المائي المصري، وأيضا وقوعها زي ما حضرتك أشرت على ساحل البحر الأحمر، وإحنا لدينا أيضا كمان مشروع واعد للتنقيب عن الغاز بمقرر أو بموجب اتفاقية نحن الآن بصددها بشأن التنقيب عن
عن الغاز في هذه المنطقة المتاخمة للبحر الأحمر يا فندم، أو في أعماق البحر الأحمر، هل نقدر نقول أن يعني هذا التشابك مع إريتريا فحواء سياسي بدرجة الأولى، أم هو اقتصادي، أم هي أبعاد أمنية متعلقة بالأمن المائي، أيضا كمان بأمن الطاقة أو الحقوق لدينا في التنقيب عن الغاز؟ يعني هل الأمر بهذا الشكل، أم هو تعميق علاقات أوراقها بعد كده ستتكشف؟ يعني يعني مثال أستاذة نادية، يعني سؤال حضرتك شمل إجابات هامة جدا. أولا هي بالفعل دولة هامة وفاعلة بحكم سواحلها الممتدة عبر البحر الأحمر، وبالتالي لها بعد أمني واستراتيجي عسكري وبحري شديد الأهمية. كذلك هناك بعد تنموي وثنائي هام جدا. الشواطئ الإريترية من الشواطئ كما هي الشواطئ الموريتانية تنعم يعني بثروة سمكية هامة جدا، ودائما ما نحن في حاجة للتعاون مع إريتريا من أجل يعني حل بعض القضايا المتعلقة بالصيد في المياه الإقليمية الإريترية، ومن هنا يكون هناك فرصة هامة جدا لتنمية يعني شراكة مصرية إريترية في مجال المصائد السمكية، فهي يعني من أحد مراكز صيد الأسماك في منطقة البحر الأحمر. في بعد طبعا اقتصادي وتنموي هام جدا مرتبط بترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية في منطقة البحر الأحمر، وأي محاولات لتنمية مياهك الإقليمية اقتصاديا تحتاج أمن واستقرار، وبالتالي دور إريتريا كضابط لمسار الملاحة البحرية عبر جنوب البحر الأحمر يساعد في تحقيق هذا الهدوء والأمن والاستقرار. يعني إذا ما كانت هناك اكتشافات غازية كبرى في شرق البحر المتوسط، فأمن واستقرار البحر المتوسط أو منطقة شرق البحر المتوسط يساعد على تنمية مواردك الغازية والبترولية. نفس الشيء في البحر الأحمر، لا يمكن أن تستقر الملاحة وهناك تهديدات إقليمية، لا يمكن أن تسعى من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ومنطقة القرن الإفريقي وشرق القارة ومضيق باب المندب، وكلها مناطق يعني لإريتريا إطلالة هامة جدا ودور فاعل في تحقيق أمنها واستقرارها. وبالتالي التعاون المصري الإريتري زي ما سأل حضرتك يعني استرد يا أستاذ نادية وأجاب الحقيقة أن هناك بعد سياسي هام جدا، تطبق وجهات النظر حول قضايا تنمية شرق القارة، والبعد المائي اللي حضرتك ذكرتيه برضو بعد هام جدا. نعم. لأن إريتريا إحدى دول حوض النيل الإحدى عشر ولها دور فاعل، وبحكم جوارها التاريخي وربما عودة علاقتها بإثيوبيا يسهم أيضا في تنمية العلاقة المصرية الإريترية الإثيوبية، التي كانت دائما يعني ما تكون أي تلاقي بين القاهرة وأسمرة مسار لبعض القلق في إثيوبيا. الآن والعواصم الثلاث قريبة، هذا القرب وبفضل سياسة حكيمة من قادة الدول الثلاث يمكن بالفعل أن يساهم في إطلاق مسار التنمية اللي أنا بأمله دائما في حوض النيل الشرقي بداية، يعني حوض النيل كله طبعا، ولكن يعني حوض النيل الأزرق اللي هو محل النقاش بحكم يعني إنشاء إثيوبيا للسد النهضة، يمكن لإريتريا أن تسهم إسهام هام جدا في تحقيق يعني التسويات المائية وكذلك تأمين المسارات البحرية بالإضافة لتعزيز العلاقات الثنائية. نعم يا فندم، أشكرك شكرا جزيلا جناب السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، شكرا يا فندم لحضرتك. ومشاهدي الكرام، لازال الحديث حول هذه التحركات والإبحار سواء بقى في العمق الاقتصادي أو في جميع أنحاء العالم، وهذا الحراك اللي بيجدده كل يوم هذه الجولات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ده إن شاء الله هيكون موضوعنا الأول من خلال مناقشاتنا في فتراتنا الحوارية بتاعتنا إن شاء الله بعد الأخبار. نعود مرة أخرى لأخبارنا، عندنا عنوان بيقول الزراعة تؤكد خلو مصر من دودة الحشد ومتابعة دورية بالمناطق الحدودية. أكد تقرير أصدرته الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة أن نتائج رصد دودة الحشد الخريفية
المستمرة والتي قامت بها الأجهزة الفنية بالوزارة أكدت أنه لم يتم حتى الآن رصد دخول دودة الحشد من الخارج والتي تسمى الدودة الجياشة. وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الأفات إن آخر تقرير تم عرضه على لجنة الطوارئ لمتابعة الدودة دودة الحشد والمشكلة من قبل الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة الأفات، وأيضا الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات، وكمان الدكتور شكر عبد السلام والدكتور علي سليمان رئيس لجنة الصحة النباتية. تؤكد أن مصر خالية من هذه الدودة، وبتقوم الأجهزة الفنية بمتابعة الموقف أولا بأول في المناطق الحدودية ومختلف مناطق الدولة الخارجية. بعد كده عندنا خبر آخر عنوانه مصر تستضيف فعاليات الأسبوع العلمي الزراعي الإفريقي 8/2019، هيكون إن شاء الله في شهر أغسطس. أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استضافة مصر فعاليات الأسبوع العلمي الزراعي الإفريقي 8/2019 المقبل، وده بالتنسيق مع منتدى البحوث الزراعية في إفريقيا. جاء ذلك خلال مراسم توقيعه ومع إبراهام موكسيرا رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الزراعية بإفريقيا، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإجراءات تنظيم الأسبوع العلمي بحضور الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية وييمي أكيبا المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية بإفريقيا. وأكد وزير الزراعة أن القارة الإفريقية واعدة بالاستثمارات ولديها إمكانيات ضخمة واستثمارات مهمة يمكن استغلالها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة بما يحقق مصلحة شعوبها وتحقيق الأمن الغذائي، طبعا ده بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالقارة. طب مشاهدينا الكرام نشوف مع بعض كده مراسم هذا البروتوكول وتوقيع هذا البروتوكول، نشوف التقرير ده ونعود إليكم مرة أخرى. الزراعية الأفريقية لعقد المؤتمر الثامن العلمي الثامن للجمعية في نهاية شهر أكتوبر 2019. والحقيقة إنه هذا المؤتمر والمعرض حيضم مشاركين من كل الدول الأفريقية، والمتوقع أن عددهم هيتجاوز 1500 مشارك، فضلا عن مشاركات من مختلف المنظمات الدولية المعنية بالزراعة، أيضا مشاركة فعالة من دول بتنتمي لقارات العالم كله. هيكون مؤتمر دولي ضخم لأفريقيا في مجال الزراعة، حيتواكب مع رئاسة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية، وحيبقى فرصة طيبة لانطلاق فعاليات هذا المؤتمر اللي بنرغب من خلاله في أنه يكون ليه دور فاعل في تدعيم التعاون ما بين الدول القارة الأفريقية بالدرجة الأولى، وأيضا التعاون مع مختلف المنظمات الدولية والدول من مختلف قارات العالم. الحدث الذي نحن بصدد توقيع الاتفاقية هنا مع معالي الوزير، وهو تنظيم مصر ولأول مرة الأسبوع العلمي الإفريقي في القاهرة، وهو حدث يحدث كل 3 سنين نظمته معظم دول أفريقيا وللمرة الأولى في شمال أفريقيا، يحضره ما بين 1000 إلى 1500 باحث زراعي.
سيعود تنظيم هذا الحدث بالفائدة الكبيرة على مصر وعلى إفريقيا كلها، وخاصة أن مصر ستتسلم قيادة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي بحلول عام 2019، وسيكون هذا الحدث منصة لبداية تبادل الأفكار والآراء والنفع الإفريقي الإفريقي، التعاون الإفريقي الإفريقي. شفنا مع بعض هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وهو متعلق طبعا بتوقيع البروتوكول لاستضافة مصر فعاليات الأسبوع الزراعي الإفريقي، الأسبوع العلمي الزراعي الإفريقي الثامن اللي هيبقى في أغسطس القادم بمشيئة الله. عنوان آخر من ضمن أخبارنا النهاردة، في وزير الزراعة يعلن فتح السوق الإندونيسي لمحصول الثوم المصري. أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوق جديدة لمحصول الثوم بدولة إندونيسيا. أشار وزير الزراعة إلى أن ده النجاح بيضاف إلى إنجازات الحجر الزراعي المصري، وهو ما يؤكد على السمعة الطيبة اللي بتتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية بالخارج، لافتا إلى أن الوزارة لا زالت تواصل جهودها بالدول المختلفة واستعراض الإجراءات التي تقوم بها مصر للحفاظ على جودة الصادرات الزراعية ورفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير، ومش بس التصدير، لا ده كمان للاستهلاك المحلي. من جهته قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن وحدة نفاذ الأسواق بالإدارات المركزية للحجر الزراعي نجحت بالفعل في فتح السوق الإندونيسي أمام صادرات الثوم المصري، لافتا إلى أنه تمت موافاة الجانب الإندونيسي بملف فني متكامل حول الزراعة وتعبئة وتصدير الثوم بجمهورية مصر العربية. طيب تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع معنا دكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. يا دكتور أحمد برحب بحضرتك، مساء الخير. أهلا وسهلا يا فندم، مساء النور. طبعا يعني الخبر بتاعنا هو قدر يعني أكبر حاجة متعلقة بالحجر الزراعي وهذه المجهودات اللي خلت هناك فيه بالفعل أسواق مفتوحة في دول كثيرة زي إندونيسيا. أنا عايز حضرتك تطلعني يا فندم على هذا الملف وخاصة طبعا هذا المحصول. هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي وزي ما جه في الخبر أن يعني إحنا الحمد لله نجحنا في فتح السوق الإندونيسي أمام صادرات مصر من الثوم المصري. نعم. فتح الأسواق بصفة عامة ده بتبقى عملية طويلة شوية وفيها مجهود كبير وبيتم فيها إجراءات طويلة بتتم ما بين الحجر الزراعي المصري وما بين الحجر الزراعي بتاع الدولة اللي احنا عايزين نفتح السوق بتاعها. الحجر الزراعي المصري فيه وحدة اسمها وحدة الصحة النباتية، الوحدة دي جواها وحدة تانية اسمها وحدة الماركت أكسس يونت أو وحدة فتح النفاذ الأسواق أو النفاذ للأسواق الخارجية. الوحدات دي بتقوم بمراسلة الجهات المناظرة ليها في دول المطلوب فتح السوق فيها، وبنقول لهم ان الله احنا عايزين نصدر لكم كذا وكذا، او بعض المصدرين بيطلبوا ان هم عايزين يصدروا، فبناء على طلب المصدرين بنتواصل مع الحجر الزراعي بتاع الدول الاخرى، او بناء على طلب الدولة نفسها الاخرى، يعني ممكن اندونيسيا تبعت لنا او اي دولة تقول احنا عايزين نستورد منكم المنتج الفلاني. فوحدة نفاذ الاسواق او وحدة الصحة النباتية اللي عندنا في الحجر الزراعي بتتواصل مع الحجر الزراعي بتاع الدولة الاخرى بإيميلات رسمية وبتطلب منهم الملف هم بيطلبوا مننا الملف الفني الخاص بهذا المحصول. بنبعت احنا حاجة اسمها الملف الفني تكنيكال فايل اللي فيه كل ما يخص هذا المحصول من آفات ومن صفات ومن أصناف وكل ما يخص من تفاصيل فنية تخص هذا المحصول، بنبعته للدولة الأخرى للحجر الزراعي بتاع الدولة الأخرى، بيقوموا هم بدراسة معينة اسمها تحليل مخاطر الآفات بيست ريسك أناليسيس أو بيست ريسك أسيسمنت. بيقوموا بناء على تحليل مخاطر الآفات بوضع شروط محددة، الشروط دي بيطالبوا بيها الحجر الزراعي المصري انه يقوم بالإشراف على تنفيذها وضمان تنفيذها. اذا كان الحجر الزراعي المصري عنده القدرة على تنفيذ هذه الشروط بيتم فتح هذا السوق، وطبعا بنقدم ضمانات للدولة الأخرى ان احنا فعلا هنقوم بتنفيذ كل هذه الاشتراطات الفنية وكل متطلباتهم الفنية، وبناء عليه بيسمحوا للمنتج انه يسافر. كل اللي انا قلته ده تم فيما يخص الثوم، طبعا مش بس الثوم، في اسواق كتير اتفتحت في الفترة الأخيرة وفي الكام شهر اللي فات او خلال سنة 2018 وخلال 2017 برضو. فالحمد لله يعني احنا شغالين في هذا الملف كنوع من انواع دعم فني للصادرات المصرية وتنمية الصادرات المصرية. نعم.
طيب دكتور احمد، يعني حضرتك بتقول ان مش بس بقى التوم دلوقتي اتفتحت افاق كبيره قوي ما بيننا وبين اندونيسيا لتصدير بعض المحاصيل، مش كده يا فندم؟ لا مش اندونيسيا بالذات، انا بتكلم على دول كتيره. يعني احنا على دول كتير من فتره صغيره لسه اعلنا عن فتح سوق التوم الطماطم والعنب والموالح وبعض الاصناف الاخرى من الفواكه. طب احنا لكندا وللصين فتحنا سوق الموالح للصين السنه اللي فاتت والعنب، ودلوقتي حاليا كان عندنا وفد صيني كان النهارده بقى له اسبوع ولسه ماشي النهارده، عملنا نفس الكلام اللي انا حكيته من شويه ده على ملف التمور عشان نفتح سوق التمور، وده لسه دي معلومه جديده يعني مش يعني في نفس السياق لكن مش مرتبطه بنفس الخبر يعني، لكن يعني ان شاء الله احنا في طريقنا لفتح سوق الصين امام صادرات مصر من التمور، ودي هتبقى يعني فتح كبير جدا ان شاء الله، او يعني انجاز كبير او ان شاء الله جدا بالنسبه لنا لان الصين طبعا دوله كبيره جدا. نعم دكتور احمد، لدينا محاصيل عندها او تتمتع بميزه نسبيه، يعني ما زرع في الاراضي المصريه يعني هذه الميزه اللي بتتميز بيها لا يمكن ان احنا نجنيها لو زرعت في اي ارض اخرى، من ضمنها الثوم والبصل ويعني الحاجات اللي ذكرت حتى في القران الكريم. يعني الميزه النسبيه اللي موجوده في الثوم يا فندم؟ لا هو احنا الثوم بتاعنا الحمد لله الاصناف بتاعته كاصناف مصرية مميزة جدا ومطلوبة في الأسواق العالمية كلها، جودة الثوم المصري رائعة، بيتميز بقوة المواد أو الفيتامينز أو المركبات المميزة للثوم اللي واحنا بنشمها، في ريحة الثوم دي جامد. يعني أنا عايز أعرف من حضرتك المنافس لهذا المحصول مثلا من أي دولة أخرى؟ لا هو معظم الدول اللي بتنافسنا قصدك يعني؟ ايوه يعني هي دول بعض دول شرق اسيا ولذلك لما احنا بنبدا نصدر توم زي الصين والدول دي، فلما بنبدا نصدر توم لدول شرق اسيا فده معناه ان احنا يعني الحمد لله التوم بتاعنا على مستوى عالي جدا من الكفاءه والجوده لدرجه انه بيغزو الاسواق اللي هي اصلا بتصدر توم. نعم ودي حاجه. نفس الكلام ينطبق على البصل، البصل بتاعنا برضه زي ما حضرتك قلتي ان هو له ميزه نسبيه عاليه جدا، مطلوب في كل دول العالم تقريبا، في دول شرق اسيا وفي الاتحاد الاوروبي بيطلبوا البصل بتاعنا لانه هو مميز جدا عن اي اصناف اخرى. في طبعا اصناف، في حاجات تانية كصادرات مصريه مميزه زي الموالح المصريه. احنا الموالح يمكن اكتر حاجه بنصدرها في الصادرات بتاعتنا المصريه هي الموالح، البرتقال والليمون واليوسفندي والمندرين والماركت والحاجات دي. احنا مصدرين لحد دلوقتي في 2018 لحد شهر 8 لحد شهر 9 مصدرين اكتر من 1,700,000 طن موالح فقط، وده طبعا ريكورد عالي جدا واعلى من نفس القيمه اللي صدرناها السنه اللي فاتت في الموالح، وده نتيجه اقبال العالم برضو على الموالح المصريه وعلى جوده الموالح المصريه. احنا دايما في الترتيب الثلاثه الاوائل ما بين دول العالم كلهم في تصدير الموالح. نعم بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي، شكرا يا فندم لحضرتك. ومشاهدينا الكرام دي كانت اخر اخبارنا في مجموعه الاخبار بتاعتنا اللي جهزناها لحضراتكم النهارده، بعد الفاصل ان شاء الله انتظرونا هيكون عندنا الموضوع اللي نوهنا عنه كثيرا وهو جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومردود هذه الجولات على الاقتصاد المصري كيف ستكون من خلال ضيوفنا الكرام اللي هيشرفونا ان شاء الله في برنامج الحصاد، ولكن بعد دقائق معدودة من الآن انتظرونا وتابعونا.